Kalau kita lihat sih. Bangin. Wis, kagak kemu. Bongkar. Ya, bongkar siap. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل كل أصحاب كل والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين وصوليهم وفروعهم وآل بيتهم شيء لله لهم والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح الأربعة الأئمة المزدهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الشيوخ المحققين
والشهداء والصالحين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح الشيخ محيي عبد القادر الجيلاني والشهر في داية الله وجميع أولياء تسعة الشيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ومشايخنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخصوصا إلى روح بابا روحي روحيدي بن بابا واسكيم إلى روح بوكاندس بنتي آدم إلى روح إبو حجة تنرى بنتي بابا راكيمان إلى روح إبو داناري بنتي بابا راكيمان إلى روح إبو مسديني بنتي بابا درجة إلى روح إبو سيدم بنتي بابا كريم إلى روح كريم بن آدم إلى روح بابا سرجة بن آدم وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل بالصحة والعافية مع السلامة يا الله باسمي بابا أغسطيان دارو بن بابا روهيدي مع إبو أينو نورهايتي بنتي بابا روهيدي يا الله صحة وعافية سهلا وسلاما ومطيعا لله وبرا لوالديه ونافعا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا ثابتا نبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى علم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبتنا عليه وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وعملا صالحا مقبولا اللهم بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا
بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك للخير، وأن تحفظنا في أديانا وأنفسنا وأولادنا وشعبنا وأحبابنا من كل محنة ومصيبة وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعدل لكل خير يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرسل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما أهلنا وصبحنا وحمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما قرأنا مما نقل بسلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مبتغين أمراضك متقين من سخطك مؤمنا بك محتسبين لثوابك خالصين مخلصين لوجهك الكريم بعد القبول عندك هدية واسنة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضور روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهلي وأصحابي أزواجي وذريتي وآل بيتي وأسهري وأنصاري وأشياعي وحبيبي وحباده وأمته وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أصحاب كل ولجم الرنقباء والنقباء والنجباء والأمدار والأمدار والأقباب والغوث، ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وعن بيته وزوجه وسائر أتباعه مريدي مريدي وحبي وحبادي وأمتي وإلينا معهم أجمعين، ثم إلى سائر الأرض سعد الذين بلغوا النبي بلغة الرسل وسائر الأولياء في العرب والعجم وأئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين وجميع الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية إذا ما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء الصالحين العارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا أوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وسهرنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقريبنا ورحمنا وحواشينا وأتباعنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا واجب الحقوق الواجبة على الحاضرين في مسجدنا هذا وعليهم وعليهن ثم على كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعام من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إن الله يعلن درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويرزقنا به خير الدعاء في امن وسعاده ومعونه وبركاته
وإن الله يرزقنا ببركة رزق الأشباح والأرواح من خير ما شقت ولا ضار ولا نصب ولا دعام ولا دبعة وإن الله يعظمنا ويحفظنا بجاه من الله في الدين والدنيا والآخرة وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام الشفاء العاجلة الوح 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 العجل 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 الساعة 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 شفاء لا يغادر بعده سقما وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضتين سنة الله يجعلنا ربيتنا واتباعنا وجماعتنا المؤمنين المسلمين المحسنين المطمئنين المستقيمين على الطاعة ولا المعاصي والمخالفة وإن الله يكثر لنا طواب الحق والهدى وإن الله يلطف بنا وبكم في مجرى المقادير وإن الله يقضي ويسير لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعلى مسكنات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغاث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله وبالذين خرف الطائف وشور القرقاء فأصبحوا ذات اللمد والغدة للعزل عن المساكين عن الليل على من سبر الشهد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعلي ذلك الصلوات والتسليم وقال الهدى يهدى نور الداري وذاري من اللباس بالمشكة المالي في حمد سبيل الله البرهيم فأعطت مناقب مع الصلاة مع الوعي وتليت آل فالله فكانت إلى الوجود إلى الله داعية أما بعد فإن المفتن في الكريم نور دعوة رب حزم عبد الكريم البرزاني حبيب ومحمد قطب الرمباني وقال السمدان سلطان الله العارفين وإمام العلماء من سالك الله الحلق والغدان سيد الشريفة الفضل العاشم من المنطقة والغدان ومن العلمان الرحيم سيد الشيخ عمد القادر الجيلاني بلغه الله تعالى بالقل حفظ القلب وان يغضب الله من فراد يماني وقولي لتتخلف بدرور الحاضرين عن عمل به وحاله إن تخطه من كلام بعض رباب الطريق قدم له في عدد الشيخ عزيز أبو محمد وأحمد وثيقة كالشيخ ابن وهب شعره الذين حلال فلاح نصر من صاحب كتاب لتاج الأرواح قل بالرمان الصلهاني والقلب سمعت لغة النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني إن نبي صالح موت يمكن
وكيو صالح موسى جن إذا وسط وقل جن قادو سر من العبد سبحان الله ودب المثل ثاني ابن عبد الله الثاني ابن موسى ابن ابن معدي ابن حزن البطل ابن حسن السبدين ابن ابن أبي طالب وابن فاتمة الزهراء البتول دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول نسب كان علي من شمس الضحى نورا في فلق الصباح عمودا يسرا من كل الامور وعافيا من كل هم او ملا او عاني نسب الله في وجه ادم رمضان معك ملائكه السماء سجودا يسرا من كل الامور وعافيا من كل هم او ملا او عاني نسب كلام الله يرفع حجه في مدح امام لا يروم بحودا يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او ملا او عاني وسوقنا من اجل ديوان الرحمن من شر كل معاهد او جان يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني يا بي عبد الله فرج كربنا وانت حوائج عبد قلبي الهاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني ومن يوم الاسد يا ليغني واجعلني في بحر المحبه فاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني إن قد بعمل الله دمي عن الطلب يحيي القلب بالعين فليسر لنا كل الأمور معافيه من هم أو بلاء أو عاني وبمحمد وبي داود صلي فضل الله والود في الأزمان يسر لنا كل الأمور معافيه من كل هم أو بلاء أو عاني يا بي عبد الله يسر شأننا ولدينا فاحفظ من النقصان يسر لنا كل الأمور معافيه من كل هم أو بلاء أو عاني والطف بنا في كل ما قدر له بالمن المسعد بالخير جناني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني والحمد عبد الله الاحسان مع الله الذي في المكسور بمعاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني بالانوار والمحض عبد الله نسر لنا حمد الله الذي في المكسور بمعاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني بالانوار الحسن المثنى نورا ناطرا لك الرجل بربانه يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني وبابي او كل قبه من رسل النبي المصطفى العدنان يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني حسن الزكي بن الامام المرتضى حب المرضى وغيث النبى الهمداني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني يسر لنا كل الامور وعافنا من كل هم او بلاء او عاني اللهم اشرف عبد الرضوان علي وبالنا بالاسرار التي اودع عندها نادي ولد يرى الله عن وجهنا وهي بلاد متفرغ وطم وارض اغتنى حتى مرضتنا في 73 وكان في طفولتي يمطر من رمضان في نار رمضان في نار فمن الله تعالى به ولما ترى رسالة مرمونا قلت مرمونا ما دون الفضل لبدا نفسا وغيرت بالذنب وتبع وابن وفعل وقب الكرم الثاني محفوظ ابن حمد الجنة ولا حمد الله حمدا غاليا من يقال الزهر ورسول الجنة وقر أدب على أبي زكريا يحيى بن علي التبرزي واقتبس المقتبس وقل من فلان بن نبز الدباس ولبس من القديم بن البرق الخليفة الشريفة الصوفية وتتبع ابن في أدوان زرع موضع بن عبد المنعم بن علي الأمالات بن مهدي الأمية وحدا من المنزل من عزار من كانوا يبدين على فلسان والإشعان حتى أنه غمض المنزل نزل من سيد ربي سعنا المغادة وقبل أن نزل الله وكان والله في عهد المنزل نزل من غوث من ذن ورمان من المنزل ورمان من الكفار وكان الباس جوة أسفر من ذلك وقد شمي وفي شكل وعن العهد من ذلك لنا كمي عن العهد وقبل أن نزل الله من الدرمى وورق الحشيش من شاتئ المهاب ولينا مظالما ونسرق الماء وباقي يدون المرابعة من بلد من سام بعضه من سورة الرؤية ميكرانا فأخذ ببعض أخذ الغميد وخبيص وعد أن ينكر مكدوم بمنظوم فيها إنما جعل الشهوات ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هنا
شر ما تقدم وعن إذا تغرب والوزر محمول كل غير الآن وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي عن أبي محمد رضي الله عنه وكان علماء ابن عن عبد الله ما يقول سمعنا بعض الوجبات عند عبد الله بن عبد الجباري سورة عبد الله عند لكن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله كان بعض الجلاس فقال رضي الله عنه عن فور إلى شوية من المبرم المنظر فيرتدوا فعجب حواعد توت محل يمينه فلله دهره رضي الله عنه اللهم اشهدنا فعبد بطلان عليه ومن تلاه بالعصر التي أرد عندها عليه وكأني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأينا ذلك الأرض من 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 الأرض قال خادم الشوارع من الأرض من الأرض من الشيخ من الأرض من الأرض من الأرض من الأرض من الشيخ من الأرض 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 من ثم يذكر ما دعانا إلى الله وذكرنا ما يقول المحج رب الشهيد وحج الفعال تقمن كل خارق البارئ المساوين والتسع عنده ألفار ويرضى في العباية ما يقول من سنة من قائمة من قائمة كل أن لا تدرك أن كان وثير جدا من قائمة 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 عليه ومن تمام الأسرار التي أردعتها لديه
mawon boten napa-napa. Mlebet mawon boten napa-napa. اللهم انشرنا بحق رضوان عليه ومن دنا الى الصلاه التي اودعتها لنا وكان رضى الله عنه رضى الله عن ذنبي برضى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في الربع قال يجب ان يكون من الزم من الغفر فمن كرامته ان نظر ثمرته وتوبه وضع الزور ورفع الزور قرص ميدا فقدر التوبه ثم نسعود الى الصلاه قال ان كان يكون غفر من كرامته ايضا بسم الله الرحمن الرحيم فحي صلى الله عليه وسلم
وشيخ الغالب الأمن يوم فقال نشعر ذلك من قلبي ما قال وما دل قلب محمد قيمة الله ونشعر بيضا فيها فسعاد نبنا ونحن قبلا وكسر الغربيدا يا مباط فرحنا رايدا من المقرب دم فيها فتبقى المهدي بلدي بيتك كما ترعب قال الغمارة قال الشيخ قال ما دفر هذه من الله إلى المقامات يقول أخذ من الشيخ قال أنه من قليل بلدي وكما ما دفر من الشيخ قال أنه من استغفر الله عنه والحمد لله الرفيع وآمدنا بما جديه الرشيع اللهم انصر نفعات رضوان عليه ومن دنا من الصراط التي عاد عندها نادي وكان رب الله يقول وهو من بدا حدث من عمل قوله تعالى وما بنا عن ربك فحدث ما مر مثل من باب مدرسه الاخر صلى الله عليه وعلى اله يوم القيامه وهو قول نزل من قبل فاما الله اليه فقال ان هذا زار ولي من صبر على الله ولم يسمع بعد ذلك سرا وقال رضي الله عن عاصر حسين على ان المرء من الغيب وذات ولكن مثل القدم الى ان يقول الله عنه صلي وريح يا من قل يا اخذ بيدي كلما عاد العيب الى فان فرسي مزر نحن سوى سيف زول ما انظر انظر العبد يريد وهو في الاقوال رضي الله عنه انا نار الله الموقودة انا سلام الاحوال انا بحر من الصحن انا المحفوظ انا الملحوظ يا سوى يا قوام يا اهل البلاد تقدم لكم يا اهل السوامي وتبع السوامي يقول اقبلوا الى امر من امور الله يا رجال وأقمار وأقفال ورمون يبخذوا من البحر الذي لا ساحل لا يعز الأرض واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقول لي بين الليل والنهار سبعين مرة وأنا أخذر نفسي ويقول لي سبعين مرة ولا تصنع علينا وعين ستر ربي الناس وعلى ولا شكا يعمدون علي ويوقفون على ذوي إن نوراني في اللوح المحفوظ الإمام وغيره في الباسل من القديم أنا حجة الله عليكم يا مولى العبد أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد القادر تكلم اسمع الله هذا الشيخ عبد القادر والله شكرا قيل لي يا عبد القادر بحقي عليك صبر وما دفع قيل لي بحقك عليك وما أمرك من الهدى فجيء السند تسلم عليه وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الاسبوع وكذا اليوم وقال مره على الكرسي لا سالتم الله تعالى فاسالوه بي بسم الله الرحمن الرحيم لحظة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع اخواني الملائكه والمرسلين على ذكر الاصحاب كذا معك ولا ثم يا روح الاولياء المصرفين خصوصا حتى تزيل غوث السلطان الى الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الاولياء والعلماء الصديقين والشهداء الصالحين وجميع مشايخنا ومشايخ ابائنا وامهاتنا واخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى روح عبدك الفقير Bapak Ruhaidi bin Bapak Waski Midar Ibu Kantas binti Adam Midar Ruh Ibu Hajar Tumura binti Bapak Rakim Midar Ruh Ibu Dan Bapak Dan Ali bin Bapak Rakim Midar Ruh Ibu Masjini binti Bapak Dante Ilar Ibu Sudam binti Bapak Rakim Ibu Kanyam binti Adam Midar Ruh Basar Jadi Adam Sholikin ma'afur wa'ikin ma'al bayti Allahumma ghafir lahum Allahumma ghafir lahum Allahumma ghafir lahum Marhamu wa'afi ma'afu anum wa'ja'an Dan Ramadu wa'ma'adhan Umurahum 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 ولا تجعل مبروم وحفظ من حفر من الله من كان مغيرين من حزن من المسلمين فتجاوز عن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل فضل القبل منا في دار الامن لنا بك فلم منا بيت الله من النار وبيت الله من النار اللهم انزل الرحمه والفضل علينا وعلى ال المبرر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين واهلهم والاموات ارفعنا مدرجات وكف عن حسين لا غير من المدعى اللهم هدي ايتها النفس المطمئنه يرجع إلى ربك وتقبل هذه العبادة في عبادة وتقبل الجنة اللهم إنا نسألك الحسنى يعنيك الغفران يا شيخ فقال لك أنت الرباني واسمع لما أعلن وفعل شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا بابا أغسطي القضاء مع إبو عين النور حياتي بنتي بابا ربك يا الله شهادة وعافية وسهلا وسلاما ونبيا 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 اللهم فشف من شفع عنهم بنا بها من جميع الأحوال والآفات وقدر بنا من الحاجة وتكون جميع الوقت والعقل والتولنا وتحبية من المشكلة وتجيب وجمع الدعوة للشفين من جميع المسقام والأدوات وسعنا رزق الطيبة تحسنون من العقل والقادة مدينة على كل شيء قدر وكان رضا نفر لكر العجب إلى الله دولا بزر من أدر الله جميع 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 لا يغلن الزلمه
وحضرتنا على لسان وعيني شديد عذابك الأليم
فاجعلنا من مضلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين الكمثيل يا مارب النهيد فاجعل نورا نسامي لعرصات القيامة وسلما نعرف إذا درم القوم الله مساجل في عين قرب السياق إذا دنا من الرحيل وبلغت الرحم الترم وتجل من القرم ومن القرم من حجم الغيب وقيل من راق وتفزع للسنج وهم بك يومئذ المساء وصارت الأعمال قلاد في العالم اللهم لا تقل أن نلقاهم ولم ترى نصف هذه الآية راكعة وسائدة بين يديك ورقيت بنك للجع من درس القرآن الناس بها إلى المساجد طامعا فيما لديك ولا تسم أسماء الله حلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تحمد كل عمى ونمك في ذولا لله خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أتباعه القلوب عن محمد الذي لا شر ولا محج ولا نوم ولا محبوب ما هبت النفعات السحرية وتعددت المجالس بعفو الأحبار الزكية آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا الله سبحان أعمالي Mudi lagi tempat yang di depan ini dijadikan sama Allah tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.